بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم هب لنا علما نافعا يبلغنا رضاك وعملا زكيا يكون عدة لنا يوم نلقاك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين يا رب العالمين. Nous sommes réunis aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour assister à un énième et heureux événement, à savoir la clôture du Coran par l'un de nos étudiants à l'Institut Ad-Dani, qui a, par la grâce d'Allah, terminé la récitation du Coran selon les 10 lectures du Coran. Il lui reste pour terminer les 3 dernières sourates qu'il va réciter, et puis après, je proclamerai la formule d'Al-Ijaza. Falyatafaddal mashkuran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallahu wallahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد قل ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس
ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الحمد لله رب العالمين Ce fut donc une khatma pleine d'émotions. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis de terminer cette récitation. Nous sommes aujourd'hui le samedi 13 juin 2020 et notre frère Ibrahim, qui est lui-même donc, le directeur de cet institut, l'Institut Ad-Dani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et préserve ses étudiants. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa lam tabi'ahum bi ahsani ila yawmiddin wa ba'd. Faqad qara'a alayya akhi fillahi ta'ala al-ustad Ibrahim حفظه الله تعالى ختمة كاملة للقرآن العظيم بالقراءات العشر وبعد أن أتم الله سبحانه وتعالى عليه ذلك كله استجازني فأجزته أن يقرأ بذلك ويقرأ من شاء متى شاء حيث شاء مع التثبت والمراجعة إجازة صحيحة بعبارة صريحة وأخبره أني تلقيت هذه القراءات على فضيلة شيخي الدكتور أيمن رشدي سويد حفظه الله تعالى وكذلك على فضيلة شيخي الدكتور عبد الرحيم النابلسي حفظه الله تعالى وهما بسندهما إلى سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وأوصي أخي في الله تعالى بتقوى الله في السر والعلن وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعه وأن ينفع به وأن يجري الخير على يديه وأن يوفقه إلى كل خير وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفي أهلنا وفي أولادنا وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته إنه سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين